بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قول الله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم تأتي الآيات في الكلام عن من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وما أعد له ربنا سبحانه وتعالى من الكرامة والمنزلة. ونقول أن هذه الآيات فيها الحث والتحريض على السعي للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ينال العبد هذه الشهادة، لما فيها من المميزات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فلما قال المنافقون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى نقول هذا أمر حتمي، ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة قضى علينا سبحانه وتعالى بالموت، ولابد من تصحيح العقيدة في هذا الأمر. قلنا لأن الدافع للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى متى صحت عقيدة الإنسان في الأجل وعقيدة الإنسان في الرزق، يعلم أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى لن يفوت على الإنسان لحظة واحدة قدرها له ربنا سبحانه وتعالى أن يحياها. كما أن نكول الإنسان عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لن يزيد في عمر الإنسان، ده نقول عمر آجال معلومة، وكما بينا نتذكر دوما أن ذلك الأجل كتبه ربي سبحانه وتعالى علي، أو كتبه ربي سبحانه وتعالى لي وأنا جنين في بطن أمي، بعدما أبلغ 4 أشهر كجنين في بطن الأم كما هو معلوم كتب ذلك الأجل كما كتب ذلك الرزق. يبقى نقول أجل، والأجل ده يبقى حيلقى الإنسان، يبقى وربنا سبحانه وتعالى كما هو: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أول ما يأتي الأجل يبقى لا نتقدم نقول لحظة واحدة فوق هذا الأجل الذي حدده ربي سبحانه وتعالى، كما أننا يعني لا نستأخر لحظة ولا نستقدم لحظة، ولكن نقول أنفاس معدودة مع آخر نفس قدره رب سبحانه قدره الله عز وجل للعبد يبقى بيأتي ذلك الموت. ونقول أن لكن لما فسدت عقيدة المنافقين فكان صدر منهم ذلك القول، ولذلك كما بينا أن المبتدع
ترد على المبتدع هذه البدعة من كلامي، من إن كل من كلامي. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نرد على قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يبقى نقول بنتعلم كيف نرد على أمثال هذه الأمور وعلى هذه العقائد الفاسدة. ودوما أيضا بنذكر أن العقيدة الفاسدة نتاجها عمل فاسد، يبقى إن صدر ذلك العمل الفاسد يبقى ده نقول نتيجة خلل في الإيمان، خلل كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. نقول لأن مقتضى موجب الإيمان بيحجب الإنسان عن المعصية، فإن وقع في المعصية يبقى على ذلك نقول ده مظهر لخلل في الإيمان، يبقى ارتكاب المعصية يبقى نقول ده بيدل على خلل في إيمان ذلك الإنسان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يوجه لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة الأمر، قلنا لأن الموت والحياة في الحقيقة العرفية يبقى نقول هذا ميت نزعت منه الروح فهذا ميت، دي حقيقة عرفية، ونقول فلان ما زالت الروح ممتزجة بالبدن هذا حي، حياة نقول عرفية، يبقى نقول على ذلك دي حقيقة عرفية. لكن الشارع يرد القوم إلى الحقيقة الشرعية اللي احنا ينبغي أن نتعامل من خلالها، يبقى يرد القوم إلى الحقيقة الشرعية التي ينبغي أن نتعامل من خلالها. يبقى نقول في حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية، انتبه أن احنا نتعامل من خلال الحقيقة الشرعية كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال طرح السؤال على الصحابة قال ما تعدون الغنى فيكم، قالوا الغنى عن كثرة العرض، دي حقيقة عرفية ده في الميزان عندنا ونحن نتفق على ذلك، اللي ده أساسا فلان غني يبقى غني عنده متاع عنده مال يبقى هذا غني، إنسان فقير يبقى معدوم ليس عنده مال، دي حقيقة عرفية. لكن الحقيقة الشرعية التي ينبغي نتعامل خلالها قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب. ولذلك هنا أيضا في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقيقة، من هو الميت ومن هو الحي، كما قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولذلك قال الله تعالى في الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يبقى هم نقول أموات كحقيقة عرفية، لكن الآيات تتكلم عن الحقيقة الشرعية، يبقى نزعت منه الروح فنقول فلان مات فاتت منه الحياة، يبقى نتيجة أن الروح قد نزعت من البدن، لكن هو في الحقيقة حي عند ربه سبحانه وتعالى، في الحقيقة هو حي ودي الحياة الحقيقية. لذلك كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لما يفد على رب سبحانه وتعالى يوم القيامة ويتذكر ذلك السعي الذي سعاه في الدنيا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الحياة اللي هي المقصود بها الآخرة وهذه هي الحياة، لكن الدنيا احنا حياة نقول يبقى لفترة زمنية ثم بيصدر العباد عن الدنيا، يبقى نقول الحياة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى دي حياة هي دي المقصودة اللي احنا بنسعى إليها الحياة الأخروية، يبقى يا ليتني قدمت لحياتي أي قدم لذلك اليوم، يبقى هي دي الحياة اللي احنا بنسعى لها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين هذه الحقيقة الشرعية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبقى ما يكونش في الظن عندنا أن من قتل شهيدا في سبيل الله هذا ميت، بل هو حي، ورزق هذا الشهيد يعني رزق ممتد، يبقى لم ينقطع حتى رزقه. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل أحيانا عند ربهم يرزقون، يبقى رزقه ما زال ممتدا كما أن حياته ما زالت ممتدة، يبقى كحياة حقيقية. ولذلك كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا حال الشهداء، يبقى نقول الشهادة في سبيل هذا رزق وفير، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للمؤمن وللشهيد ست خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليه خصال
هذه الخصال بيمنها الشهيد. ولذلك لما بيرى هذه الكرامة والمنزلة عند ربي سبحانه وتعالى يود الشهيد لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل لما يرى من الكرامة التي عدها رب التي عدها ربنا سبحانه وتعالى للشهداء. نقول الإنسان لما يفكر كده أنا ميت ميت، وبالتالي نقول على ذلك يطلب أفضل صورة يبقى يموت عليها، وهي أفضل صورة هو أن يموت شهيدا في سبيل الله. نقول لو يعني الإنسان لو لم يجاهد معنى ذلك أنه حيخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى على ذلك لما الإنسان يبقى يصح العقيدة في الأجل أن أنا ميت، ولابد أن أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى قضى علينا بالموت، ونقول أننا جميعا ننتظر التنفيذ، يعني نحن جميعا بننتظر التنفيذ. ماذا تنتظرون؟ أنتظر تنفيذ ذلك القضاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا، يبقى حكم علي بالموت، فأنا الآن أنتظر الموت، يبقى أنا أنتظر، فأنا بتأهب لاستقبال ذلك الوافد علينا. يبقى حياتنا ملك الموت يقوم بنزع الروح، نعم، يبقى أنا وأنت كذلك. يبقى نقول على ذلك يبقى تم الحكم وتم القضاء، فجميعا بننتظر الموت. وبالتالي يبقى بيسعى الإنسان أن يوفق إلى الشهادة. يبقى الشهادة هي حينال بها العبد المؤمن التقي لرب سبحانه وتعالى. لو نال الشهادة لا غفر له يعني ما تقدم من ذنبه إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمن الفزع الأكبر لغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى لو طلب الإنسان الحياة يبقى حياتك في أنك تسعى أن تحصل على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بدي الحقيقة نقول الشرعية، يبقى ده أدي الميزان في الشرع، يبقى نقول فلان حي فلان ميت، يبقى نقول أدي ميزان الناس. معنى نقول لما نقول فلان حي يبقى حياتي إلى الأذان إن هو ما زال على قيد الحياة، ما زالت الروح ممتزجة بالبدن، لكن يبقى ده اللي احنا نقول عليه حي. لكن بميزان الشرع الحي الذي قتل في سبيل الله فهذا حي عند رب سبحانه وتعالى، على الرغم ان هو من ناحيه ميزان الناس ان هو ميت. يبقى تباين بين ميزان الشرع وميزان الناس، بين الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه. وبالتالي لابد ان احنا نفهم الحقيقه الشرعيه ونسعى الى تحقيق ذلك الامر. ولذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ما تعدون السرعة فيكم، قول الذي لا يسرع الرجال، يبقى ده قوي عندهم. قال ليس كذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده الشديد. يبقى ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان احنا نقول فلان ده قوي جدا محدش يقدر يعني ما نزلش حد الا ويغلبه، يبقى ده القول بتاعنا، ده ميزاننا احنا، دي الحقيقة العرفية. لكن في الحقيقة الشرعية يبقى الإنسان القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا حقيقة عرفية وحقيقة شرعية. نقول على ذلك فلان أعمى، ولكن في الحقيقة العمل الحقيقي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هو ده العمل الحقيقي. يبقى ده نقول حقيقة الأمر. وبالتالي يبقى لابد أن احنا يعني ننظر إلى الحقائق. يكفي كده نقول أن الله تبارك وتعالى لما أنزل آيات العتاب على النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذا إيه؟ ابن أم مكتوم، هذا رجل الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولكن نقول هو أعمى البصر، ولكن نقول على ذلك كانت له البصيرة حتى زكاه ربنا سبحانه وتعالى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يبقى دي تزكية. وبالتالي بنتعلم الحقيقة الشرعية فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يبقى ده العمل الحقيقي كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأمر اللي احنا مطلوب نقف على الحقائق الشرعية ونتعامل من خلالها، نتعامل من خلالها. لذلك قال الله تعالى يعني في وصف مدى السعادة والفرحة لهؤلاء الذين نالوا الشهادة، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد لما يرى هذه الكرامة وما اعد له ربنا سبحانه وتعالى من النعيم يبقى يود لو رد مرة ثانية الى الدنيا لكي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وددت ان اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، يبقى ود كده ان هو يعني يقاتل في سبيل فيقتل ثم توهب له الحياه ثم يقاتل فيقتل ثم توهب له الحياه فيقاتل حتى يقتل، يبقى طلب نقول ده مطلب مستحيل، ولكن يعني كما يقول العلماء جواز طلب مستحيل في الخيرات. يبقى ود ايه ان هو يقاتل في سبيل فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. يبقى على ذلك نقول يبقى بيان لعظم ذلك الأمر، عظم هذا. ولذلك من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الشهادة بالنسبة لهذه الأمة يعني غير مقتصرة على القتل في ميدان الجهاد فقط، ولكن شهداء أمتي يبقى قال الهدمة والحرقة والذي يموت بالطاعون وهكذا. يبقى دي نقول على ذلك دي من رحمات الرب سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حدث نفسه بالشهادة بصدق، ونقول على ذلك نال منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه. وممكن إنسان يبقى بيقاتل وقتل، نقول قتل فيما يبدو لنا في سبيل الله، ولكن لم ينال ذلك الجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني الرجل يقاتل شجاعة يقاتل يرى مكانه يقاتل للمغنم فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى نقول على ذلك يبقى المسألة مش ان هو قتل في ارض المعركة فقط، ما كان ممكن يكون عشان شجاعة، كما نذكر بالرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم متصدق وشهيد. يبقى شهيد اهو فيما يبدو لنا انه قتل على ارض المعركة وقبل بلاء حسنا يعني حتى قتل، ولكن هو كان من اجل ان يذكر عند الناس من اجل المدح والثناء، يبقى كان بيطلب المدح والثناء من الناس، نقول عشان يقال عنه انه شجاع فقد قيل فيؤمر فيسحب على وجهه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شهيد. وكذلك هذا الغلام الذي نقول اخذ الشملة وأتى له ذلك السبب فقالوا له نهى له الجنة، فقال لا، إن الشملة التي غلها إن لا تشتعل عليه نارا في جهنم. يبقى المسألة مش هو فلان قتل في سبيل الله فقط، ولكن نقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى ما عدا ذلك يبقى ممكن يكون النيات مختلفة، نيات مختلفة كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعين أن فلانا شهيد، يبقى نقول التعيين ده معنى أن احنا شهيد، كما نقول أن فلانا ولي، ولي يبقى حكمنا له بالجنة، حكمنا له بالجنة. ولو قلنا فلان شهيد نقول ده ننتبه كده، يبقى لو قصدنا ان هو لانه قتل على ارض المعركه، لكن فلان شهيد ده كحكم كده نقول على ذلك ده في جزء عمل قلبي احنا لم نراه ولم نطلع عليه. يبقى يا ترى هو كان بيقاتل لتكون كلمه الله العليا؟ يبقى كان بيقاتل فعلا في سبيل الله، يبقى ده امر احنا ليس لنا سبيل نطلع عليه، ولكن في عمل الظاهر ان هو مات، يبقى نقول يبقى هؤلاء شهداء، ولكن فلان شهيد، يبقى لما نعين كده يبقى كاننا قلنا انه حيانا الاتصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي متوقفه على عمل الباطن. ما هو كما بيناه من الثلاثه التي تصعر بهم نار هذا الشهيد. ليه؟ قلنا لانه كان بيقاتل فيما يبدو لنا ده قتال كان ما بين المؤمنين والكفار، ولكن كان بيقاتل عشان يقال انه شجاع، من اجل نقول ان يذكر عند الناس، من اجل الثناء والمدح، من اجل المغنم. يبقى على ذلك قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا وسبيله، والله اعلم بمن يقاتل في سبيله. نقول القضيه منتهيه كما ذكرها النبي
صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا فضل ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول فرحين فرح وسرور بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى يستبشرون بإخوانهم. يبقى انظر بقى إلى الأخوة الإيمانية. يبقى نقول أن هؤلاء كانوا يعيشون مع النصوص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عاشوا مع هذه الروايات. ففعلا القلوب طهرت، يعني من غل من حقد من حسد. يبقى نقول يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، عاش نقول النصوص زهية، وعاشوا الأخوة الإيمانية. قلنا الأخوة الإيمانية يبقى لما بتأتلف القلوب، وأتلاف القلوب ما يتمش إلا لما تجتمع هذه القلوب ابتداء على كتاب ربها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب إن عشان يبقى فيه عبد الأخوة الإيمانية، يبقى إحنا نقيم الإيمان في النفوس. يبقى نقيم أساسا الإيمان في النفوس، ولذلك يبقى هتيجي الألفة بين القلوب، المودة، التراحم. قلنا دي القيم اللي إحنا بنتعامل من خلالها. لذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، من بقى المؤمن؟ أهو اللي حقق الكلام ده هو: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لما نقول ده قام بالإيمان، نقول قام بمقتضى وموجب الإيمان. فالقوة الإيمانية كما بينا في هذه الصورة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الإخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، إخوة إيمانية. تخيل يعني إيه أمنية هؤلاء؟ أمنية هؤلاء يتمنون أن إخوانهم ينالوا ما نالوا من الكرامة، ينالوا ما نالوا من الكرامة. قلنا هم كانوا بيعيشوا النصوص قبل ذلك، كما ذكرنا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يبقى خرج على القوم. قلنا حدثت هزة في الصحابة رضي الله عنهم، غير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ قلنا لما دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية: وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى نقول تلا الآية ده هي نقول عاش الآية دي يبقى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو عاش الإنسان النصوص يبقى نقول هؤلاء عاشوا النصوص: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكانوا قاموا بحقوق الإخوة الإيمانية، حقوق التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى. فانظر إلى حالهم، حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يبقى بيتمنوا أمنية هؤلاء أن إخوانهم ينالوا ما نالوا من الكرامة. في سورة البقرة ذكرنا في قصة تحويل القبلة، وإن الصحابة رضي الله عنهم شغلوا بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى إن الله بالناس رؤوف رحيم. يبقى نقول هم كان قضيتهم يعني إخوانهم اللي ماتوا قبل تحويل القبلة، يا ترى مصير الصلاة التي صلوها. يبقى في غالب الأحوال الإنسان بيهتم بنفسه، لكن ده بيهتم الأخوة الإيمانية توجب عليه ذلك الأمر. يبقى يا ترى إيه حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن يدركوا هذا الحكم؟ وما كان الله ليضيع إيمانهم. يبقى الصلاة يبقى محفوظة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولذلك لما نزلت آيات تحريم الخمر، فعلى ذلك كان الصحابة همهم يبقى بيسألوا عن إخوانهم الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل، يعني لأنهم ماتوا قبل التحريم. يبقى ليس على الذين أمنوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا إن والله يحب المحسنين. تنزل الآيات بذلك الشأن. قلنا إخوة عايشين الإخوة الإيمانية، يبقى مش هم نفسه فقط ولا
وان هو فاز بكده يعني بيسألوا عن اخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر، ماتوا والخمر في بطونهم، يا ترى مصيرهم ايه؟ مصيرهم اخوة ايمانية، يعني اخوة ايمانية كانت فعلا ألفة قلبية ومحبة قلبية، لان قلوب اتلفت على كتاب ربها سبحانه وتعالى. وهنا ايضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويستبشرون الذين لم يلحق بهم خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضلهم. يبقى نقول بيتمنوا ان اخوانهم ينالوا ما نالوا من الاكرام. يبقى نقول دول عاشوا بالنصوص: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فعاشوا بالنص ده، عاشوا بالنص ده، لان ده مقتضى موجب الايمان، موجب الايمان، وبالتالي ده معيار انا ازم ما انا عليه من ايمان. يا ترى انا بحب لاخواني ما يحب لنفسي، يعني ولا انا احب ان اكون انا الفائز دون هؤلاء؟ نقول لا، ده هو يحب ما يحب لنفسه. يبقى حتى نقول يتساوى معاه في الدرجه. يبقى الانسان حب الانسان حب عنده حب الظهور وحب الترقص والتربع، ده حب موجود على الانسان، حب ان يكون هو يعني الظاهر هو المتقدم. يبقى ان احنا نتنافس الخير ده امر مطلوب، يعني نتنافس الخير امر مطلوب، ولكن ما تحمل في قلبك. يبقى لا احمل في قلبي الا محبه الخير لغيري. يبقى ان يصل الى ذلك، نعم يصل الى هذه المرتبه. يبقى نقول ان دي علامه على الايمان: لا يؤمن احدكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بعالج قلبي من ناحيه دهية، يبقى اعالج قلبي، يبقى كيف يعالج؟ قلنا ده مقتضى الايمان، موجب الايمان، يبقى ده امر مطلوب. ولذلك اهل الصحابه رضي الله عنهم او منهم من نال الشهاده، يبقى ايه امنيه هؤلاء؟ ايه امنيه هؤلاء؟ يبقى يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يبقى يستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى نقول بيتمنوا وصول اخوانهم الى هذه المرتبه، هذه الكرامه. يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيحفظ هذه الأجور على المؤمنين أو الأعمال على المؤمنين، ثم يجازيهم سبحانه وتعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى ذكى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يبقى طريقة الصحابة في الإيمان هي الطريقة المعتمدة، طريقة الصحابة في الإيمان رضي الله عنهم هي الطريقة المعتمدة. والله تعالى كما يبين لنا حال الصحابة بقى، حال الصحابة إزاي كانوا بيعيشوا تنفيذ الأوامر وامتثال الأوامر. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يبقى معلوم طبعا ما نزل بالصحابة في غزوة أحد وهذه الجراحات التي أصيبوا بها في غزوة أحد. يأتي الأمر بعد ذلك أنهم يخرجوا لكي يلحقوا لكي نقول يصلوا إلى المشركين ويتمموا الغزوة، فكانت غزوة حمراء الأسد. يبقى غزوة حمراء الأسد، يبقى بيأتي الأمر كده أن يخرجوا ولا يقعدوا. فيا ترى نقول ممكن الإنسان يتعلل؟ دي جراحات شديدة، مش نقول جراحات ده ربنا الله عز وجل كما قال من بعد ما أصابهم القرح، جراحات شديدة جدا، ولكن نقول الصحابة امتثلوا مع ما بهم من جراحات. لذلك قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. يبقى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الصحابة استجابوا رضي الله عنهم. يبقى الصحابة نقول من أهل هذه الآية. يبقى الآية ده هي الصحابة يطبقون هذا الأمر، حتى قال عنه ربنا سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى إذا دعاكم يحييكم. ونقول على الرغم ما بين من جراحات، يبقى عنده نقول العذر الذي يتخلف من خلاله، يبقى عنده العذر، لكن نقول على ذلك خرجوا
امتثالا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. انظر إلى أحوال بقى المنافقين، يبقى أهل إرجاف بيحاولوا يهزوا الصف المسلم، فعلى ذلك بيحاولوا، يبقى نقول أهل إرجاف، وبالتالي على ذلك حتى تحدث زعزعة في صفوف المسلمين، قلنا بهم جراحات وهم كانوا قبل الجراحات، يبقى نقول ألحقت بهم هذه الهزيمة. وحال الصحابة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، إزاي كان منهم الفرار في اتجاهات متعددة، نقول لأن ده من أثر هذه المفاجأة في كرة المشركين على الصحابة رضي الله عنهم بعد مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في مكانه، يبقى كان ثابتا في مكانه. وبالتالي نقول لما أمروا بالخروج، يعني لكي يلحقوا بهؤلاء المشركين ويقاتلوهم وينزلوهم، استجابوا وخرجوا مع بابين من جراحات. قلنا الإنسان طبعا لما جراحات شديدة، ومع ذلك نقول لم يفكروا في أنفسهم، التفكير كله كيف في امتثال أوامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عارفين أن النجاة هي في امتثال أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن قريش أرادت أن تعود مرة ثانية لكي تغزو الصحابة في المدينة، وطبعا دي حالة هيبقى حالة فيها ضعف وانكسار، يبقى حدث هزيمة وحدث جراحات كثيرة، فيبقى نقول ده هم لما كانوا بالقوة الأولى على ذلك انهزموا، فكيف بهم وقد كانت بهم الجراحات وقتل من قتل منهم من الصحابة رضي الله عنهم. ده بالإضافة أن الهزيمة بتحدث انكسار في النفس، انكسار. ولكن انظر إلى أحوالهم، معرفة الصحابة لحقائق الأمور، يعني نقول هم وصلوا المنزلة دي إزاي، لأن الصحابة تعرف حقائق الأمور. لذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا على نفسكم، وبالتالي واحد جريح أمام واحد سليم، يبقى على ذلك نقول يعني الجريح لن يقوى، عنده ضعف شديد، وبالتالي نقول بالإضافة الهزيمة تحدث انكسار. فلذلك فزادوهم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي في الأمور العرفية تحدث انكسارا أكثر وتحدث ضعف وخوف شديد جدا، لكن فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى ذلك نقول ده كان حال الصحابة، الموقف زادهم إيمان، زادهم إيمان وزادهم إصرار، لأنهم يعتمدون على ربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون وما النصر إلا من عند الله، يعلمون ذلك، ويعلمون أن الأمور لا تسير إلا وفق مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا حسبنا الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى الصحابة عارفين الكلام ده، هو إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فكان حال الصحابة لما قيل لهم ذلك الأمر. يبقى ده نقول إرجاف حتى يحدث إيه الهزة في صفوف المسلمين، يبقى ده عشان يبقى فيه تخويف للمسلمين والكفار، إن الكفار هيرجعوا مرة ثانية لكي يغزوهم في المدينة ويتم القضاء على من أصيب بالجراحات أو غير ذلك. فزادهم إيمانا، ده الموقف ده زادهم إيمانا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني في سورة الأحزاب، إن لما اجتمعت بقى الأحزاب على قتال المسلمين، قلنا كان بغيتهم هو القضاء على الإسلام، فلما اجتمعوا على ذلك فماذا كانت النتيجة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عرفوا دي طبيعتها، هي دي الطريق أساسا، فازدادوا إيمان، يزدادون إيمان، يزدادوا إيمان على إيمانهم. وهنا أيضا كما قال ربنا سبحانه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعتمدون على الرب سبحانه وتعالى، يعتمدون يعرفون يقينا وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وغزوة بدر قريبة، يعني غزوة بدر قريبة، وأن النصر كان حليفا للمسلمين، نقول مع تخلف الأسباب المادية بالمقارنة بالأسباب المادية بالنسبة للكفار، ناحية العدد، ناحية نقول التجهيزات، ناحية النفسية، ومع ذلك نصرهم ربنا سبحانه وتعالى.
لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. يبقى كان قلة قليلة يبقى في العدد والعداد، ونقول حتى في النفسية التي خرجوا بها، ونقول يبقى موجود القوة، نقولوا هذه الكفار 1000 دولار 300 وشوية كفار خرجوا بالتجهيزات، هذه فيهم كم فارس، دول خرجوا بكذا وكذا النفسية ذاتها. فعلى ذلك احنا بالقياسات المادية نقول يبقى دولت هيغلبوا دول، ده قياسات المادية، لكن نقول الامر على الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى وما النصر الا من عند الله. لما نقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يبقى لابد ان احنا نفقه هذه الامور، ويبقى العدد لا تغتر بعدد ولا تجهيزات ولا غير ذلك، هي القضية كلها فينا. لو احنا اخلصنا لله سبحانه وتعالى يبقى على ذلك يأتيك ذلك المدد والنصر من الله تبارك وتعالى. لكن اياك ان تظن ان يأتي ذلك النصر والمدد من الله عز وجل مع ارتكابنا للمخالفات او مع تقصيرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لدى احنا اساسا المفترض ان احنا يبقى نفعل الطاعات ونمتثل الامر الله عز وجل ونترك المخالفات، وبالتالي نخلص هذا الدين لله ونجرد هذا الدين لله. يأتيك النصر عند الله، يأتيك ذلك المدد والنصر من الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الله تعالى وصفا لنا أحوال أولئك لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عليكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى دول اتبعوا رضوان الله عز وجل، امتثلوا لأوامره. قلنا ازاي ان احنا نسعى لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى ان احنا نمتثل أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا. يبقى ده رب سبحانه يرضى لنا ذلك، نعم العبودية ان انا امتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى. ودي للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فعلوا اول ما اتى الامر، مع نقول الجراحات الشديدة جدا، الام نقول شديدة جدا وجراحات يعني تقعد الانسان تماما، لكن على طول اول ما اتى لهم الامر خرجوا مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول زيادة في الامر يبقى الحرب النفسية، يبقى نقول هم اساسا يبقى جراحات شديدة بالاضافة للحرب النفسية. ادي اهل الارجاف بقى، يعني ازاي نقول بيحاولوا يخترقوا صف صفوف المسلمين وبالتالي يحدثون الهزة في هذه الصفوف. يبقى على ذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا عليكم فاخشوهم، يبقى نقول حرب نفسية، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. يبقى ان وقع فعلا الخوف في قلب العبد، الخوف من الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نقول لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى لو لقيت كده رقفة في قلبك من غير الله سبحانه وتعالى رجع الإيمان، من علامة الإيمان خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، وإن خاف من الرب المعبود سبحانه وتعالى لا يهاب غير الرب سبحانه وتعالى. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عنه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وراكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مش آيات كانت بتقرأها الصحابة رضي الله عنهم، آيات عاشتها الصحابة. يعني إحنا بنقرأ الآيات لكن الصحابة عاشت الآيات. إحنا همنا إن نحفظ الآيات دي إزاي، كان هم الصحابة تطبيق الآيات دي إزاي. فبون شاسع بيننا وبين رؤية الصحابة في كيفية التعامل مع القرآن. هم لما كانوا بيتعاملوا مع القرآن يتعاملوا مع القرآن يعني نقول يطبقون القرآن في واقع حياتهم، همه كله ازاي الآية دي تعتمد في حياتهم. ما هو الدليل اهو، لو احنا الواحد بيتصور كده، لو احنا اللي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ترى ان احنا فعلا كنا بالجراحات الشديدة دهية كان ممكن الواحد يعني يخرج مع النبي اول ما يأتي الامر يفكرش نفسه كده ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول على الامر محتاج لمراجعة.
يعني ده نقول ازاي خرجوا بهذا الامر. الواحد او الجرح يعني جراحة بسيطة جدا بيتألم بيرقد في الفراش يعني. يبقى نقول والله ارتفاع في درجة الحرارة وكذا وكذا بالامور دي جراحات حرب. يعني نقول الجراحات دي جراحات حروب. يعني انت لابد تتخيل الكافر وبيضرب بالسيف بيقوم بضرب المؤمن بهذا السيف يعني يريد قتله. وبالتالي الجراحة جراحة يعني جراحات نقول جراحات قاتلة. وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى من بعد ما صاب من قرح جروح شديدة جدا. ولكن نقول لم يفكر في نفسه يفكر في كيفية امتثال الأمر وبالتالي استجابوا خروج خرجوا. نقول خرجوا يا ترى لو أنا معاهم هنفعل الفعل ده. المسألة دي محتاجة إعداد إيماني قوي ومحتاجة رابطة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. والقلب لابد أن يكون متوكلا مقبلا على الله عز وجل بكليته. ولذلك نقول بالإضافة للحرب النفسية يبقى على ذلك يعني نقول ازدادوا إيمانا مع أن نقول دي العكس لكن ده الإيمان كده هو الإيمان كده. يبقى لو الإيمان استقر وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب هتجد نتيجته كده. يبقى لأن هو عنده بيزن الأمر بميزان الشرع مش بميزان الناس فبميزان الشرع. نقول على ذلك كل القوة ده هي لو اجتمعت قوة الشر وقوة نقول الكفر جميعا على نقول قتال المسلمين لو كان نقول لو كان المسلم فعلا صلبا في دينه وأخلص لله سبحانه وتعالى يبقى مهما كان عدده يبقى كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. احنا شفنا القصة قصة طالوت والعدد اللي هو تبقى معه كان قليل جدا ولكن كيف ربنا سبحانه وتعالى كتب له النصر على جالوت وأن داود عليه السلام قتل جالوت. ويبقى نقول على ذلك هزمه ربنا سبحانه وتعالى. ازاي هزم الكفار؟ نقول كما هزم ربنا سبحانه وتعالى الأمم السابقة الطاغية. يبقى نقول أمم سابقة طاغية كيف لك ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فعصم ما يكون. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يبقى أتاك قصص الأمم دهيت وكيف أهلك ربنا سبحانه وتعالى. فما كانتش عبارة عن قصص يبقى بتتسلى بها الصحابة لما هذا القرآن بيحكي لنا يبقى قصص وأحوال الأمم السابقة ما كانش عبارة عن تسلية أو تسلية لا ده خلاص دي كونت عقيدة داخل يعني قلوب الصحابة. يبقى معنى القوة التي لا تغلب يبقى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى القضية منتهية عنده لو تخلف النص بيفتشون في أنفسهم. يبقى بيشولوا إزاي تخلف لا يفتشون في أنفسهم يبقى في خلل عندنا كتب الله أغلبن أنا ورسلي. يبقى نقول القضية يبقى ده قضاء الرب سبحانه وتعالى كتب الله عز وجل ذلك. يبقى نقول لكن المسألة تبقى فينا وبالتالي دي كونت يقين داخل القلوب في يقين عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نقول أنهم لم يهتزوا لما قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم ما رأيناهم يهتزوا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المسألة نقول إزاي قبلوا الإرجاف ده هو إزاي قبلوا الحرب النفسية وإزاي هيقبلوا نقول الكفار ونقول كانت المعركة لسه يعني قريبة وجراحات بيهم ونقول مات من مات من الصحابة في غزوة أحد كنتيجة مخالفة من الرماة فعلى ذلك وخرجوا استجاب الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أدنى سوء. يبقى نقول ما حدثش كده يعني جراحة واحدة لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شيطان يعني ده شيطان إنسي. يبقى اللي خوفهم كده ده شيطان إنسي. لذلك احنا بنقرأ آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى هذا شيطان إنسي، يبقى حاول يعمل إرجاف بسوء المسلمين. ولذلك قال الله تعالى يعني فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين. ممكن نرهب من دول؟ لا نرهب أبدا. إن كان وقع الإيمان وخلط الإيمان بشاشة القلب، فكان الخوف من الله سبحانه وتعالى، فكان الخوف أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل. نقول انقلبوا، بس كلمة بيقولها مش عبارة عن ترديد قولي، كلمة نقول معناها باطن في قلوبهم، معناها مستقر في القلوب. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.